اغلى لعبه في البلاي ستور وارخص هاتف قابل للطي. ايه هما؟ يلا تابعوا تلك الهبدة عشان تعرفوها. يلا بينا ليتس جو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في هبدة تكنولوجيه جديده. ما تنساش قبل ما نبدا في تلك الهبدة لايك العظيم هلي سبسكرايب المتين، وبعد كده فعل النوتيفيكيشن بيل كي ياتيك منا كل جديد. وما تنساش تنزل تحت في الديسكربشن هتلاقي الفيسبوك بيج والتيك توك بيج، ابقى اعمل لهم فولو. خلصت كل هذا الهب، يلا بينا فلنبدا هبدتنا. كنت قاعد بلفلف كده من كام يوم على البلاي ستور فاتفاجئت بتلك اللعبه العظيمه موست اكسبنسيف كليكر. لعبه ما اعرفش ايه فكرتها، تقريبا فكرتها انك انت تفضل تضغط على زرار احمر كده، ما اعرفش يعني تقريبا عشان تربي عضلات في صوابعك، ما تفهمش ايه الفكره العظيمه بتاعتها. لكن مش هي دي المشكله خالص، المشكله ان اللعبه دي عشان تنزلها لها سعر كده هلامي. اللعبة حضرتك سعرها 1200 ريال سعودي، يعني تقريبا 340 دولار. وبرضه مش هي دي المشكلة خالص، المشكلة ان لما دخلت على الديتيلز بتاعت اللعبة دي لقيت في حوالي اكتر من 10 اشخاص اشتروا تلك اللعبة العظيمة. مش عارف بقى الناس دي هم اللي عملوا اللعبة اشتروها، ولا كان ناس قرايبهم بيجاملوهم، يعني مش عارف. لكن كانت حاجة صراحة كانت صدمة بالنسبة لي ان تكون في لعبة او برنامج او اي حاجة بهذا المبلغ على البلاي ستور. سيبوكم بقى من اغلى لعبة وعلى البلاي ستور والكلام ده، وخلونا نخش على ارخص هاتف قابل للطي. ايه هو؟ يلا نشوف. TCL Flex V. الهاتف لسه منزلش لكن كلها تسريبات، لكن زي ما انتم شايفين كده قدامكم هو تقريبا نسخة طبق الاصل من السامسونج جالكسي Z Flip 3. الهاتف جاي بمعالج كوالكوم لسناب دراجون 765G، وهو يعتبر اعلى فئة في المعالجات اللي في الفئة المتوسطة. اما الاستورج بتاع الجهاز فالتسريبات كلها بتقول انه هيجي 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والتليفون المفروض هيجي معاه كاميرا اساسية مزدوجة، كاميرا بدقة 48 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية هتبقى بدقة 16 ميجا بكسل. اما الكاميرا السيلفي الامامية هتيجي بدقة 44 ميجا بكسل. اما الشاشة فهتيجي سوبر اموليد فول هاي ديفينيشن، لكن الريفريش ريت او معدل التحديث مفيش اي اخبار عنه. لكن غالبا يعني بالنسبة للسعر اللي هتشوفوه في اخر تلك الهبدة غالبا هيكون 60 هرتز، مش يعني ما اظنش حتى ممكن يوصل ل 90 هرتز. اما البطارية فالتسريب بيقول انها هتيجي تقريبا 3500 ملي امبير، ومفيش اي اخبار على موضوع الشحن السريع الى الان. نيجي بقى لاهم حاجه في هذا التسريب الا وهو سعر هذا الهاتف. الاخبار بتتناقل ان سعر هذا الهاتف هيجي من 600 دولار ل 700 دولار. طبعا ان يكون في جهاز قابل للطي بالامكانيات اللي موجوده دي وفقط ب 600 دولار او حتى 700 دولار، طبعا دي حاجه كويسه جدا، خصوصا للناس اللي حابه تجرب التكنولوجي بتاع الحاجات الفولدبل وكده، فهتبقى دي فرصة حلوة جدا ليهم ان هم يجربوا الهواتف دي. هينزل امتى هذا الهاتف؟ في اقاويل بتقول انه احتمال ينزل في شهر 8، في ناس بتقول لك لا احتمال شهر 6، لكن برضو الموعد النهائي لسه شركة TCL ما اعلنتش ولا قالت اي حاجة بخصوص تاريخ نزول هذا الهاتف. ولحد ما نعرف بقى امتى هينزل هذا الهاتف، خلونا نعمل لايك للقناة، نعمل سبسكرايب، نفعل النوتيفيكيشن بيل، وننزل تحت في الديسكريبشن تعمل فولو تعمل فولو للفيسبوك بيج والتيك توك بيج. وما تنساش ان الحاجات دي كلها بتدعم جدا هذه القناة اللي في مقتبل حياتها اليوتيوبي. يلا وخلونا نختم هذه الهبدة بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ويلا ونراكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.